إذن التواصل متابعين الكرام يستمر والتحديات هنا متواصلة من أرضية هذا الميدان. نتواصل مع شوطنا الرابع عشر للجعدان، وهنا الصدارة الأولى من شاهين وعبد الله بن حمد بن حبتور العامري يأتي في هذه اللحظات على الصدارة الأولى، بينما المركز الثاني هناك القدوم والتواصل والانطلاق من مخلاب لمطر بن صغير بن عبد الله العفاري قادم في هذه اللحظات، بينما هناك الدخول وهنا التواصل أيضا من شاهين لمحمد بن خاطر بن سهيل العامري، بينما هناك الدخول والتواصل أيضا من خلال هذا المسار شاهين لعلي بن محمد الجحافي قادم في هذه اللحظات هنا من خلال هذا المسار وهذا التحدي وهذه المنافسة الرائعة والجميلة. ولكن عودة إلى الصدارة الأولى، عودة إلى المركز الأول، ما شاء الله تبارك الرحمن، انطلاق ولا أروع، اندفاع رائع هنا مع شاهين عبد الله بن حمد بن حبتور العامري، يتواصل بالانطلاق، يتواصل بالتحدي والمنافسة. سلام شاهين، سلام عبد الله بن حمد بن حبتور العامري، تهانينا والناموس على هذا الفوز، على هذا الانتصار، على هذا التألق، على هذا الإبداع. لحظة وصول شاهين، سلام سلام، تهانينا والناموس ليس عبد الله بن حمد بن حبتور العامري. ثاني الأسماء كان شعار الجحافي هنا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، هناك من قدم لنا أيضا شاهين العلي بن محمد الجحافي، ثالث الأسماء. المركز الثالث كان الدخول مشاهدين الأعزاء متابعي كرام شاهين السيف بن مقبل بسيف الجحافي أتى مع المركز الثالث. عودتنا بالتاني والناموس لعبد الله بن حمد بن حبتور العامري من قدم لنا شاهين في هذا الشوط، دقيقتين 11 ثانية 26 جزءا من الثاني، التانينا والناموس.